فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يتكرر السؤال عن حكم التهنئة بدخول عشر ذي الحجة، هل هو مشروع أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بأس بالتهنئة بدخول عشر ذي الحجة، فإن المسلم من شأنه أن يهنأ بما يسره، ولا شك أن بلوغ شهر ذي الحجة نعمة من الله تعالى على المسلم يسر بها ويغتبط بها، فكونه يهنأ بهذه النعمة هذا لا بأس به. والتهنئة تدخل في باب العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وعلى هذا فالتهنئة بعشر ذي الحجة لا بأس بها، هي مثل التهنئة بدخول رمضان، ومثل التهنئة بالعيدين، ومثل التهنئة بأي حتى بالمناسبات الخاصة للإنسان كالتهنئة بزواجه أو التهنئة بمولود ونحو ذلك، فهذا كله الأصل فيه الجواز.